السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس رجب نصر. إن شاء الله النهاردة معانا درس تاني من تطبيقات جهاز بتاع الكنترول اللي هو اسمه ريلي نبضي أو الإمبلس ريلي أو جهاز التليبتور أو اللاتش ريلي، ليه أسماء كتيرة جدا. خدنا في تطبيق قبل كده في الدرس اللي فات اللي ما شافوش، كنا بنتكلم إزاي نقدر نتحكم في موتور بزرار واحد، ندوس عليه مرة يشتغل، ندوس عليه مرة كمان الموتور يفصل، وهكذا العمليه بتتكرر كتير. النهارده ان شاء الله معانا استخدام الريلي النبضي دوت في اناره الدرج بتاع السلم، درج او السلم تمام، او مكان واسع بحب اتحكم فيه من اكتر من مكان. للناس اللي بتحب تقول تتحكم في الاضاءه من 3 او 4 اماكن، طبعا انت عارفين الاضاءه من مكانين ممكن استخدمه مفتاح ديفيتوري على طول، لكن لو عندك اماكن متعدده كتير 3 اماكن او 4 اماكن او 5 او عدد لا نهائي او درج سلم بالكامل، ممكن استخدم فيه جهاز الريلي النبضي دوت، هيبقى مفيد معانا. ده شكل جهاز الريلي النبضي. وطبعا اللي ما شافش الدرس اللي فات ممكن نعرف مراجعه سريعه كده ايه الفرق بينه وبين الريلي. الريلي دوت لو انا ده بيبقى فيه كويل، وده برضو نفس الكلام فيه كويل. لو انا اعطيت للكويل ده الجهد المناسب ليه بيبدا يغير الوضع بتاع النقط بتاعته، المفتوحه هيخليها مغلقه والمغلقه هتبقى مفتوحه. بمجرد ما اشيل الكهرباء من على الكويل بتاعه يبدا النقط بتاعتنا ترجع زي ما كانت في الوضع القديم بتاعي. اما الريلي النبضي او الامبرس ريلي لا، يختلف قليلا في الموضوع دوت. انا اديله كهرباء على الطرف A1 ونيوترال على الطرف A2 مثلا، لو هو بيشغل 220 فولت تمام، بيبدا يغير وضع النقط بتاعته من 1 ل 2 يغيرها تمام. لو شلت الكهرباء عليه بتفضل وضع النقط ثابت زي ما هو على الوضع الجديد. طيب امال اللي يرجع تاني امتى؟ مجرد ما اديله نبضه كهربيه تانيه على اطراف الكويل مره تانيه عليه بيبدا يغير الوضع بتاعه مره تانيه، وهكذا. كل ما اديله نبضه كهربيه على الاطراف بتوع الكويل يبدا يغير وضع. اشيل النبضه من الكهربيه عليه ما يحصلش اي مشكله، لازم اديله نبضه كهربيه تانيه عشان يغير وضعه من اول وجديد، وهكذا. دي النقط بتاعته اهي A1 و A2، ودي اطراف التوصيل بتاعته 1 و2، وفي بيبقى امبلس ريلي بيبقى فيه اكتر من نقطه، 1 و2 و3 و4. تختلف ممكن النقطه اللي احنا على الجهاز دي 1 و2 هي نقطه نورمال اوبن، نقطه نورمال اوبن. ساعات بتلاقي برضو في نقط كتيره نورمال اوبن وفي نقط نورمال كلوز حسب احتياجك للجهاز ده، وده طبعا الوضع الاوتوماتيك والوضع المانوال على 1 و0 على الجهاز ده. يبقى اذا ده الفرق سريع، احنا قلنا فرق سريع كده على بين الريلي النبضي وبين الريلي العادي تمام. ده الابلكيشن بتاعنا يا جماعه، او التطبيق بتاعنا، ازاي نقدر نتحكم في لمبات، اناره لمبات معينه على درج سلم او على مثلا جراج من اكتر من مكان، من مكانين 3 4 زي ما انت عايز، متعدد وهكذا بنفس الطريقه. وده ده شكل الانارات. الملحوظه الاوليه بس اللي هنقولها، بس اللي احنا لازم نخلي طبعا هنستخدم جهاز الامبرس ليه اهو بالشكل ده كده، اللي احنا عدد اللمبات او عدد الامبير اللي مسحوب من اللمبات دي كلها بالكامل لازم يكون اقل من التيار اللي بيتحمله هذا الجهاز. لان لو التيار بتاع اللمبات زاد عن التيار اللي بيتحمله هذا الجهاز، الجهاز ده يتحرق. يبقى اذا لازم نصمم اللمبات دي على اقل من الجهاز ده. طب في حاله احنا محتاجين لمبات اكتر بكتير عن الجهاز ده، في الحاله دي هنضطر نستخدم ريلي. طيب فكره التطبيق بتاعنا يا جماعه دي تختلف قليلا عن جهاز مكنه السلم اللي شغال بالتايمر. لا، التطبيق بتاعنا ده مش هيكون تايمر، ده لازم انت تدوس بزرار من مكان وتفصله من نفس المكان او من مكان اخر زي ما انت عايز براحتك، بس مش هيرتبط بزمن خالص. لكن جهاز مكنه السلم بيبقى في تايمر معين تدوس عليه فتره، بعد فتره بعد ما تكون انت طلعت 30 ثانيه ودقيقه وحسب ظبطك ليها بيفصل وهكذا. لكن ده لا، تنور من مكان وتفصل من مكان او من نفس المكان او من مكان اخر او من كذا مكان زي ما انت عايز وهكذا تمام. دي التوصيله بتاعتنا، بيبقى عندنا دايره الخط بتاعنا، خط اللاين، خط الكهرباء، وادي خط اليوترال اهو تمام يا جماعه. وبنوصل التوصيله دي، خط اللاين بنوصل فيه فرده منه وتروح على رقم 1 على جهاز الامبرس ريلي ده، وهكذا بتبقى فيه داخل على بوش بوتون. بوش بوتون ده بيبقى شبه مفتاح الجرس او مفتاح جرس تمام، بوش بوتون 1، بوش بوتون 2، بوش بوتون 3. دي طبعا كل واحد بيكون محطوط في مكان مختلف تمام يا جماعه. وده برضو نفس الابلكيشن ده انا ممكن استخدمه طبعا في تدوير موتور من اكتر من مكان. برضو نفس الكلام اللي هيسال برضو من الاخوه المشاهدين هيسال نفس الكلام، هيبقى دي الاجابه تمام. بنوصله خروجات، خروجات زي ما انتم شايفين كده، خروج المفتاح ده وخروج المفتاح ده وخروج المفتاح ده كلهم بيروح على نقطه اللي هي A1 اللي موجوده في اللاتش ريلي ده تمام. و A2 طبعا بتروح على النيوترال على طول. اما النقطه رقم 2 في اللاتش ريلي ده بتبقى هي نقطه خروج الكهرباء، بتبقى موصل لللمبه ديت وهكذا، لللمبه دي وهكذا، لللمبه دي وهكذا، لللمبه دي، وان وجد اكتر من عدد لمبات كتير بتوصل بنفس الطريقه كده. والنيوترال طبعا بتوصل تحت،
كل فرده بتاخد لها نيوترال 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 بالتوصيله اللي انت شايفينها دي كده. انا حضرتك لو انا حبيت ضغطت كده على اي مفتاح، ايه اللي هيحصل؟ بمجرد ان انا بضغط على اي مفتاح، المفتاح ده بيوصل الكهرباء من هنا لهنا اهو، بتروح بمجرد الكهرباء عادت وصلت للاي 1 ده، اذا نقطه واحد هتوصل مع نقطه 2 فورا، نقطه واحد هتوصل مع نقطه 2، يبقى اذا الكهرباء هتعدي هنا في السلك الاحمر ده على طول، يبقى اذا اللمبات دي كلها هتنور. طب انا رجعت رحت شلت ايدي، مش هيحصل حاجه، هتفضل اللمبه منوره، لان دي هي فكره عمل اللاتش ريلي، لازم ياخد نبضه كهربائيه عشان يغير وضعه. طيب يبقى اذا انا لو جيت طفيت، لو انا لازم بقى ايه اللي هيحصل؟ لازم اجي اطفي من مكان، من نفس المكان او من مكان تاني، انا ادوس ادي نبضه كهربائيه مره تانيه. لو اديت نبضه كهربائيه مره تانيه من المكان ده او من نفس المكان، هتروح لايه واحد، واللاتش الري ده هيغير وضعه، هيخلي واحد واثنين هيفصلهم بعض، وبالتالي الكهرباء هتفصل عن اللمبات دي، وهكذا العمليه تتكرر. اطفي من هنا، انور من هنا، اطفي من هنا، انور من نفس المكان. المهم في الاخر عندك لو حطيت 20 مفتاح بهذه الطريقه او اكتر بكتير، المهم في الاخر الاشاره الكهربائيه بتوصل لاي 1، هي في الاخر تتحكم تخلي 2 توصل كهرباء من 1 ل 2 عن طريق اي 1 وهكذا. دي العمليه دي متكرره. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زرار الجرس وتدوسوا لايك لو الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.